دلوقتي هنلعب لعبة أكبر سجن محصن. أوكي ماشي يا عم خلاص فهمت يا جدع. أوكي الأتوبيس جه والبوابة اتفتحت وركنت على جنب وجابت ناس مسجونين. موجودين هنا والشرطة يقبض عليه عشان يحطهم في السجن. يس اوكي الله عليك يا شرطة. كان هيهرب يا بطل يا بطل التليفون بيرن ترن ترن تليفوني بيرن ترن ترن. واحد تاني اوكي راح عند تاني حطه في السجن وقفل عليه. اهرب الشيء ده شيء وانت عارف ايه ده لسه. بينجو يلا عندي السرعة والمية ماشي. $50,000 لايك. Awesome. Oh, gross. $50,000 لايك عشان نشوف ايه اللي هيحصل. نشوف الواد ده. نشوف الـ50 دنو. لسه 10 دقايق. ايه ده؟ ده بيمشي بيمشي مع الشرطة ده لازق فيه. الشرطة جه. ايه ده؟ انا شفت الشرطة معدية من قدام المجرم. لا 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 يا معلم لا ابدا. استنى استنى ينفع اجيب دي كمان؟ السلام سلام سلم سلام سلم. ايه ده بتقول؟ دي المسؤول. والله ما كنت عارف. الراجل بينضف يا بطل. الواد عاوز ياكل صح؟ يا سيدي ولا عاوز ياكل يا بيضة. بطلت ايه بطلت ايه بس
اوه عملتها. السجن ده محصن اكبر سجن اشوف. مش ما اجيب شوية شرطة ده. بس بفلوس. اوكي انا جبت كام؟ تلفوني بيرن درن درن ايه ده يا عم؟ لا اهرب من هنا، اهرب من هنا بقى. اوه عارفين عشان نشرب. اوكي بس انا اشوف كده يا بطل. مية صح؟ احنا فيا ايه ده؟ السبب التاني بس بفلوس غالية. بص عاوز يصرف مني كام؟ فلوس غالية 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 اوي. اتنين بيعملوا حاجة يا ابطال بطبيخ. ايه ده؟ اقعد يقول واحد غاضب يخرب عقلك. الولد ده اعتقل بسرعة 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 بسرعة. يا شقي يا شقي شقي. واحد غاضب عارف لو ضربت الشرطة هحطوك في السجن لخمس سنوات. السجن ده محصن محصن. شايفين؟ شايفين البرج ده؟ البرج مرقبة. شايفين؟ بس لو حرامية هربوا هنقوم نفنشينهم على طول. ده يبقى سجن برضو. اشوف ده. يبقى سجن. خليني اخش هنا الشوب. نجيب واحد اتنين. جبت واحد بس كده خليتهم ثلاثة. في شرطة في كل حتة. اول بلد غاضب يخرب عقلك يخرب عقلك. تليفوني بيرن ترن ترن. يلا نام. اذا في اتنين مع بعض الولد ده والله رف والله رف. انا بيعملوا ده والتاني بينظف. اوه عاوز ياكل. الحرامي ده. ايه ده بينضف عند الحرامي؟ طب لو ضربه تبقى مشكلة. ونايم يا سورة يلا طفي نور. الواد الغاضب ده شاي شاي.
شرطة منهم 13. طب بص، هيجي بعد كام، 30 ساعة؟ ماشي. السلام، ده 10% من الحرامية بس اللي تحت بيقول لي هنا. ماشي. السجن ده محصن ليه؟ اوه بص، جه فلك من زمان يا اخي، فلك من زمان اصلا. ايه ده، همشي ليه؟ مجابش ناس شباب. اتمنى انكم مساعدوني في التعليقات، ازاي الاوتوبيس مشى؟ مش عارف ايه اللي بيحصل.